متواصلين مع حضراتكم وهذا البث التاريخي الحقيقة في حدث ولا أهم. الأهلي يحتفل بتدشين النجمة العاشرة على شعاره محتفلا ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في إنجاز لا يقوى عليه إلا الأهلي. كابتن هاني بين العاشرة والتاسعة المسألة أعتقد بين البطولات زي الضنا كلهم غاليين كلهم غاليين كلهم غاليين لكن بس بين العاشرة والتاسعة التاسعة ليها 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 إحساس خاص والنجمة التاسعة للنادي الأهلي في اعتقادي ستبقى وتظل النجمة الأغلى في تاريخ النادي الأهلي لحاجات كتيرة جدا من أهمها أن كان موسم صعب جدا جدا ظروف كورونا كان ظروف كتيرة جدا مر النادي الأهلي بيها بصعوبات كبيرة جدا جدا كمان كان وهي كمان فضلت فترة سنتين ثلاثة بتتمنع بالظبط مش عايزة وكمان أنت بتلعب نهائي القرن أنت بتلعب أمام كمان نادي كبير زي نادي الزمالك بقيمة نادي الزمالك مع طبعا كل احنا في زمن السوشيال ميديا كل السوشيال ميديا قبل المباراة أنا ما عشتش جا الحمد لله قبل المباريات كان الدنيا كانت أسهل كتير لكن كل الضغوط الكبيرة جدا جدا اللي كانت على النادي الأهلي مش لعيبة النادي الأهلي بس جماهير النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي الأجهزة الفنية اللاعبين كانت ضغوط كبيرة جدا مرت عليه وكان مطلب جماهيري بشكل كبير جدا أعتقد دي عنق الزجاجة يعني دايما بيكون في مشوار كده بيبقى عنق الزجاجة كانت التاسعة ودايما فاكرين وجماهير النادي الأهلي مش هتنسى التاسعة أهلي لأنها كانت بمذاق خاص والأكيد العشرة طبعا يعني احنا قلنا العشرة بعد بتحل بقى واللعيبة بترفع واللعيبة بترفع الجهاز في التاسعة كنا بنقول العشرة أهلي هو ده النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي من خلال كمان التقرير الرائع اللي شفناه خلال دقيقة على مر الأجيال بداية من 82 لحد 2013 أعتقد دي مبادئ وتوالي النادي الأهلي وزي ما بنقول جيل بيسلم جيل